السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير، أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. تجربة سيدة في اسطنبول زيتون بورن مع العصابة من تحلين شخصية المخابرات والبوليس التركي، لكن آخر لحظة لطف رب العالمين والجيران الأتراك تدخلوا وفي ابنها كمان تدخل. تاريخ نشر اليوم 27/4/2023 يوم الخميس. يا أخوان والله طلع على لسان شعر، ونحن ننبه يا أخي شاركوا هالفيديو، شاركوا هالفيديو. يعني صح الفيديو ما يعبي العين وما فيها المشاهدات يعني ولا فيها المشتركين يعني سبحان الله بالقناة، لكن والله القناة ما أحط فيها إلا شيء كويس، صح على شكل هرجة ولكن شيء بدي أوصل فكرة فيه يا جماعة الخير. البارحية بصفكوي أيضا نفس القصة، سارقين من جماعة سوريين 400 جرام ذهب أو أكثر، مبلغ من المال وذهب. يعني سبحان الله إيمت بدنا أن يعني سبحان الله إيمت بدنا أن نحب الخير لبعضنا، نشارك مثلا معلومة حلوة مع بعضنا. يا جماعة الخير والله لا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. يا أخي حب الخير لغيرك، يا أخي وقتها أقول لك شيل هالرابط وحطه، يا أخي ما قامش حد منك مشاهدات ولا قامش حد منك مشتركين. يا أخي والله الهدف تنبيه الناس، يطلع لي واحد هسه يقول لك لا، لك يا أخي حسبي الله، كل إنسان مريض كل إناء بما فيه ينضح. هي من 15 يوم إحدى الأخوات متابعة الأخبار اللي أنزلها أول بأول، ورقم هذا الشيء وقعت بالفخ، ولكن قدر الله ما شاء فعل الآخر لحظة، والحمد لله يعني تفادوا الأمر. رح نسمع صوت الأخت وشرحها لنا شو اللي صار معها. طبعا أنا منزل يا جماعة الخير، بس تحط كلمة منتحلي شخصية البوليس على اليوتيوب تلاقي كل شيء. حاليا رح نسمع كلام الأخت. تسعدني متات، شلونك؟ الله يعطيك العافية وربي يزيك الخير بجاه حبيبي محمد. أخوي أبو حمزة، نحن من فترة 20 يوم اجوا علينا عصابة مثل ما بتقول، طالعوا أبو ولادي من الشغل وجابوه على البيت وقالوا له عليك محكمة وانت من العصابات المسلحة وانت مسحوب على خطك هيك وهيك، وحملوا حالا وجاء وأخذ جوزي، أخذ بنتي عمرها 15 سنة وراح على المحكمة على آسيا، أخذوه واثنين فاتوا لعندي لهون. لو مات جيران الأتراك وابني، عندي ولد عمره حوالي 17 سنة طلع صحنا له، وجيران الأتراك طلعوا والله اجدقوا عليه ولا عندي على البناية طلعوا والله العظيم. نحن صارت معنا هاي من 15 يوم، يعني الله يجزيك الخير انت والله يوفقك ويحن عليك بجاه حبيبي محمد. والله عم تنبهنا على كثير شغلات، بس صارت معنا نحن والله، انا ساكنه بزيتون بورنو يعني دوغان، صارت معنا هالشغله وجوزي اخذ بنتي وراح على اسيا، حط 500 ليره اجار طريق، 200 ليره روحه و300 رجعوا بالرجعه تاكسي، وبقول له لا تحكي مع ابو التاكسي، وضل فاتح الخط معانا خطي وخط جوزي مشغول من 10 الصبح للساعة 2 بعد الظهر، طالع جوزي من الشغل الله لا يوفقنا إن شاء الله، بحكوا تركي وعربي. يا جماعة الخير والله البوليس لما بده إياك يجي لعندك، لعندك لبيتك. في شخص بيعوه سيارته نص القيمة، في شخص دكتور شلحوه مصاري، يعني شو قصص لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أنه هالأشخاص هذول لك ما عندكم قلب، ما عندكم ناس، ما عندكم أمهات، ما عندكم أعراض. يا أخي حرام عليكم، اتقوا الله بأنفسكم عم ترهبوا الناس. حبيت أفيدكم بهذا الفيديو، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. شاركوا هذا الفيديو هاي للمرة المليون، شاركوا هذا الفيديو لكل شخص متواجد على الأراضي التركية، شاركوا هذا الفيديو لكل شخص إعلامي، شاركوا هذا الفيديو لكل شخص صاحب موقع، خلي ينبه الناس. يا أخوان خلينا نتنبه، يعني ممكن تكون أنت سبب يعني أنك تنبه عيلة كانت أنها تتعرض للنصب أو الاحتيال أو للسرقة. السلام عليكم.